يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس معتدل على كافة الأنحاء. وهذه مشاهدينا الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22، يكون الجو فيها حار في الإسكندرية 29-22، مائل للحرارة في مطروح 28-21، مائل للحرارة أيضا في بورسعيد 29-22، مائل للحرارة في الإسماعيلية 35-22، يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 34 والصغرى 22، يكون الجو فيها حار. في العريش 28-21، مائل للحرارة في طابة 34-24، يكون الجو فيها أيضا حار. في شرم الشيخ 36-28، يكون الجو حار. في الغردقة 36-27، يكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 42 والصغرى 26، ويتميز الجو بشدة الحرارة. في أسوان 42 أيضا 27، شديد الحرارة. في الوادي الجديد 39-26، يكون الجو حار. في شلاتين 38-25، يكون الجو فيها حار. وأخيرا في حلايب 34-27، يكون الجو فيها حار. الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.